السلام عليكم. السلام، يعطيك العافيه عمي، كيف الصحه؟ عم تحكي على جار البيوت. يعني اول خطوه اعلامي مع احترامنا للاعلاميين، ما حد حكى من 7 سنين هون التهجير بالذيب، اجارات البيوت استهلاك للمواطن وللشعب، ما حد حكى فيه. يعني خطوه جباره انتم كاعلاميين نازلين على الشارع، هذا الشعب الفقير المهجر. اليوم هذا الموضوع بده حد. نحن بثوره، نحن ما جايين 5 نجوم على دبي. نعم. جايين تهجرنا مواطننا اللي عم يستأجرنا وفكرنا يا أخي مهجرين 5 نجوم، يفهم نحن عنا أملاك بيتنا. هذا الشيء بوجهه لحكومة الإنقاذ وغير حكومة الإنقاذ، لكل مسؤول، لكل شيخ، لكل عيان بهالبلد، ارحموا هذا الشعب. هاي العالم أغلبها روح أمنوا له شغل، ما عنده شغل، هي إتلب نخوي، ولكن اللي عم يستغل الأجارات البيوت عم يسيء لإتلب وأهل إتلب، وعم يسيء للثورة. إتلب أهل النخوي، لا تخلوا كان واحد يستغل هدول المهجرين. هاي برسم اهل اتب. نعم. ارحموا من في الارض، ارحموا الشعب المهجر. اكيد الله يعطيك العافيه. انا حقيقه متابعينا وجع كبير برسم حكومه الانقاذ والمسؤولين ضروره ايجاد حل لهذه المعضله، لن نسميها مشكله، هي معضله حقيقه، وهي وجع لكل الناس هنا في مدينه اتلب وغيرها من المناطق الاخرى. الناس موجوعه بالنسبه لهذا الموضوع. بدي اختم معكم بالتحيه لكم متابعين ومستمعين، انطرونا بكره لا 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 يا عم، لا يا عم، معلش معلش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيك العافية. تمام. يعطيك العافية. وصاحبنا وسادينا وبيوتنا بيوتهم. لا لا حكى بطريقة على هالة. لا 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 جدا. لا لا عم لا لا معلش. بس إذا سمحت لي. معلش. أنا عندي 3 بيوت. متجر بالحصور 75 دولار. طيب تسمح لي أحكي. متجر لبنت أبي. تسمح لي أحكي. تسمح لي أحكي. أنا حكيت. أنت ظلمت وقتي. قلت لي ما رديت أبدا. على كل حال انا بحترم رايك ويعطيك العافيه وبارك الله فيك. ما رديت. حياك الله. لا رديت. رديت فيك. تسمع الحلقه موجوده. انا اخونا وانا بعتبره ضيف ما بعتبره. على كل حال، على كل حال الحلقه موجوده على البث المباشر، فيك تتابعها. راي احد الاخوه هم بمدينه اتلب، اكيد نحن نحترم كل الاراء. بدي اختم معكم المتابعين، انطرونا بكره بمكان اخر. السلام عليكم.